ما سمعتش شوها. انت حابك تقولي شوها. نوح مرحبا بك معنا على كحل وبيض، وليتي معروف من خلال فيديوهات الكوميديا اللي كتحط على تيك توك. عشتي شويه ديال الشهره، كيفاش لقيتي هادشي؟ بيضا، بزاف د الحوايج كيتبدلوا في حياتك، كل الناس كيبغيوك، كتولي كتعرف على راسك اكثر، كتعرف على بزاف الناس كيكونوا احسن. بزاف د الحاجات زوينه في الشهره. كتفضل بشده تجسد ادوار نسائيه من خلال تجسيدك ليها، كيفاش لقيتي حياه المراه وسط المجتمع؟ بيضا، حتى وصلنا لدابا حنا في 2023، يعني المراه غادو كتقدم، ما بقيناش بحال اللي كنا شحال ديال العام. يعني ولات المراه دابا بحال الراجل، ولات المساواه في بزاف ديال الحوايج. تعيش خارج المغرب؟ لا، كحلا كنفضل نعيش في المغرب. كيفاش كيجيوك التعاليق اللي كيوصلوك من عند المغاربه؟ نقولك حلو بيضا، حتى كاين شي وحدين كيدخلوا يبغاو يكتبوا، كاين اللي كيكون عنده شي كبت لداخل ديالو كيخرجوا ورا التليفون. كاين شي ناس مزيانين، يعني داكشي علاش قلت بيضا وكحلا. اول نهار ليك في الصيام كان بيض، حتى كيكون واحد الطقوس زوين والتقاليد المغربيه عندنا حنا زوينين. كتصوم النهار الاول، كلشي كيديروك بزاف د الحوايج، كيطلعوك في السلوم باقي نعقل، كيفرحوا بك، كلشي كيقولها فلان صافي فلان صافي. تفطر بوحدك مكونسونتري بعيد على كاع الناس؟ كحل ما يمكنش، انا ما نقدرش، انا من الناس الاجتماعيين، ما نقدرش انني نفطر راسي نبرك، انا ضروري خصني الناس قدامي وحدايا. يأذن عليك المغرب وانت في الزنقه؟ بيضا وكحلا عادي، ماشي شي مشكل كبير عادي. واحد الخطره وقعت لي في رمضان اللي فات، نسيت السوارت ودير عليا المغرب في الزنقه، يعني اضطريت انني ناخذ تمره في الزنقه. ديت واحد راجل غادي للجامع عطاني تمره، كليتها وتسنيتها، رجعت ثاني رجعت شديت الطاكسي ورجعت فين كنت. كيفاش كانت حياه المراهقه ديال نوح؟ دازت صعيبه، ماشي كحله، دازت بيضة، لا نقول بيضة مزيانه، دازوا فيها شي حيت المراهقه تكون زوينه، بزاف الحوايج كيكونوا فيها زوين، كتبدا تعرف على ذاتك، شي حوايج كيكونوا في كيبداو يتبدلوا، كتكتشف شي حاجه في الذات ديالك كتبدل، شي حوايج زوينين. تشارك حياتك الشخصيه كامله عبر السوشيال ميديا من اجل الشهره؟ كحله، لا ما يمكنش، حيت كاين الخطوط حمراء، ما يمكنش حياتك كلها تخرج في السوشيال ميديا، كتولي في المويه عاوتاني ما مزياناش. لا. والحب بالنسبه ليك كيفاش داير؟ بيض بيض، نقولوا بيض، ما ثاني ما نخسروهاش، نقولوا كحل، لا بيض مزيان، غير وخصك تعزل الشخص المناسب. كنقول لكم شكرا بزاف على الحب ديالكم، على المسانده ديالكم، على الميساجات اللي كتصيفطوا لي، على اي حاجه كديروها معايا، وخليكم معايا واللي جاي غيكون احسن.